في أذكار خاصة بصلاتي المغرب والفجر، ما هما؟ لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذه تقولها كم؟ تقولها 10 مرات. فيه يحيي ويميت مختلف فيها، لكنها في عند الطبراني صحيحة، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. تقولها 10 مرات في الفجر كأنما اعتقت 4 رقاب من ولد إسماعيل، من أشرف الناس من ولد إسماعيل. وإن قلتها بعد المغرب كأنما اعتقت 4 رقاب، يعني في اليوم كم تعتق؟